السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من طريق 51 مركز المدينة ديال تمارا في حلة جديدة. مركز مدينة تمارا في حلة جديدة، وغادي تتبعوا معنا أبرز اللقطات بعدما دازت عملية الحفر والهدم هنا الشارع المؤدي لشارع محمد الخامس اللي هو شارع الرشيد. درت العملية ديال التشجير هنايا، هاد الشجر هذا هو اللي كيعمر وكنديرو به اشكال اللي هي جميلة. الطريق عندنا هنا في اتجاه شارع محمد الخامس، وعندنا المسار غنكملو للقدام على امل نشوفو شنو تغير هنايا بعد هاد العملية ديال الاسفلت اللي دازت لينا في هاد الرومبون هادي. كنتمنى من الله نشوف واحد الساحة، ساحة تليق بالساكنة ديال مدينة تمارا، نشوفو شي جردة على اعلى مستوى، لا في ساحة مولاي رشيد ولا في الجنبات ديال القشلة هنايا. المساحات كبيرة خاوية هنايا، انتوما كتشوفو الصورة كيفاش ولات هنايا، تبارك الله الشارع ولا كبير، خصوصا ملي تحيد منو الجزء اللي في الوسط، وزادوا في المسار الخاص بالراجلين. يعني كنشوف انه بشكل كبير كان الهدف، بشكل كبير كان الهدف من الازاله ديال الجزء اللي جا الواسط وازاله الاشجار، هو انهم يضيفوا واحد 2.5 متر تقريبا التروطوار القديم اقصى اليمين واقصى اليسار الخاص بالراجلين، وزادوا داكشي تبارك الله، عطاو واحد الصوره جميله. وانتم كما كتشوفوا هنا التروطوار القديم راه كان حدا السواري، يعني جنب السواري راه كتشوفوا معايا في الصوره، دابا التروطوار خرج هنا بزاف هنا كذلك. الاخوان السائقين والاخوات السائقات كنقول لهم ردوا البال، الله يجازيكم بخير، وشويه الصبر شويه الصبر شويه الصبر باش الامور تكون مزيانه. الراجلين شعل الضوء الاخضر، وقفوا شعل الضوء الاخضر نطريتو. هنا شارع الحسن الثاني الطريق الوطني رقم 1، وهنا غادي نختمو معاكم ونقول لكم ان شاء الله لي في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.